أعماق إفريقيا، اثنان من المغامرين القطريين يلبيان نداء الطبيعة. يمضي عيسى وفالح 5 أيام في الأدغال، حاملين معهم ما يمكنهم حمله فقط. سيتعلمان أن يعيشا من الأرض، ويتفاديان أكثر الحيوانات خطراً في العالم. خبير الأدغال بجنوب أفريقيا يوهيل ليمبر سيعلمهما المهارات القديمة للأدغال. بينهما وبين نقطة نقلهم أميال من النباتات الكثيفة وأنهار مليئة بأفراس النهر وطبيعة تحكمها القطط الكبيرة. الوضع خطر صراحة، وأوجه صخور حادة. التحدي هو الذي سيجعلهما يصلان، وإن نجحا سيواجهان أشرس الوحوش. الأيام الخمسة القادمة ستحدث تغيرا في حياتهم. محمية شاموال للحياة البرية بجنوب أفريقيا. هذه الطبيعة التي لم تمس بعد هي جنة حيوانات أفريقيا، والتي تحميهم من الصيد. هذا هو المكان الأمثل لتصبح فرداً من هذه الطبيعة. أنا رحت أوروبا، رحت أمريكا، مثل هالمحمية ما شفت، وصعب علي صراحة إني أفارقها، خصوصاً الخلوة اللي اختليتها أنا وأخوي فالح. يعني مثلاً واحد يعينك على دينك في مكان خلوة تختلي بربك، هاي شعور صراحة أنا ما أقدر أوصل. إنها مسافة بعيدة من قطر، ولكنها أصبحت بيت عيسى وفالح في الأيام الخمسة الماضية. لم يكن الأمر سهلاً، لقد تنقلوا لمسافات بعيدة، عابرين بعض أقصى الحقول، هاربين خلال رحلتهم من الفيلة والأسود ووحيد القرن. يجب عليهم أن يصلوا إلى نقطة نقلهم قبل حلول الظلام، وإلا فلن يستطيع هليكوبتر النجاة أن يراهم. إنهم على وشك الوصول، ولكن التحدي الجسدي الأكبر لا زال أمامهم. لقد أثبتوا قوتهم، لكن أجسادهم أول يوم خاصة، يعني قلنا أوكي بسيط الشغل ومشي، وأول يوم كنا نازلين من الجبل دخلنا الوادي، بس الأيام اللي عقب كانت صعبة، صعبة بمعنى الكلمة صعبة. وقبل أن يتقدم أكثر عليهما أن يبحث عن الماء. لحسن حظهما هناك سد صغير بالقرب من هنا، ولكن يبدو أن وحيد القرن قد سبقهما إليه. يجب عليهما أن ينتظر دورهما. تقوم الخطة على البقاء في الخفاء إلى أن يذهب وحيد القرن حتى يستطيع الحصول على الماء. والعثور على مصدر آخر للماء ليس خياراً وارداً، لأن هذا سيضيع وقتاً ثميناً. الآن يعلم عيسى وفالح ما يجب أن يقوم به في حال مواجهة وحيد القرن. عليهما أن يبقيا ساكنين ما أمكنهما ذلك، لكن لم ينتبه أحدهما إلى وجود وحيد قرن آخر يتسلل من ورائهما. لا يبدو أنه يريد أن يقوم بقتالهم. المشكلة الوحيدة هي أن بقية حيوانات وحيد القرن تتجه إليهم الآن،
هذا يتطلب عرضا للقوة. من الأفضل أن نترك وحيد القرن لوحدهم، لكن هذا يعني أن لا ماء. والله اعتقدت فعلا أنهم خطرين علينا، خصوصا يمكن نحن نطالع ذاك اللي تحت يشرب ماء وجهنا ذاك من ورا، وإحنا ما ندري بخير شر، لكن الله سلم أن المدرب شافه قبل. العيش في الأدغال يرتكز على المراقبة وفهم ردة فعل الحيوانات، وتثاؤم فرس النهر إشارة للابتعاد عنها. إذا هاجمتك الفيلة وآذانها مفتوحة فهذا يعني أنها خدعة، ولا بد أن تتوقف عن الجري نحوك قبل أن تصل إليك. بينما يدل صوت القردة على أن هناك خطر في المنطقة. هذه بعض الدروس القيمة التي تعلمها عيسى وفالح في الأسبوع الماضي. وهذه المعرفة هي مفتاح نجاتهما هنا، إلا أن تحديهما الجسدي الكبير سيأتي لاحقاً. عليهما أن يصلا إلى قمة هذا الجبل حتى يستطيع الوصول إلى نقطة نقلهما، وستكون مهمتهما أصعب لعدم وجود الغذاء والماء. حاسب على العصا عيسى، حاسب على العصا. Yeah, I want us to be in close contact with one another. That if somebody falls, we can grab onto somebody. This is very loose. Okay, just go very slowly. صالح حاسب الحسن. Alright, keep your body close to the ground. يعتبر التركيز أهم عنصر، فإذا فقدت تركيزك ولو للحظة فقد تقع. صالح، هلا. قدمت. عندما تتسلق جرفا صخريا منحدرا هكذا، عليك أن تجعل ثلاثة أجزاء من جسمك على الأقل تلامس الأرض. عيسى، طلع من هناك عيسى حسن. تعال تعال يلا. Be careful. We're gonna have to do it. We're gonna have to help one another up here. هلا هلا. ريشة القرنوس. احفظها احفظها. واجهة الصخرة تقريبا عمودية، وهناك مسافة 8 أمتار لمن يقع عنها. عيسى، come around this side. حط يدك هنا. Go. You got. Yeah. All right. Slowly. Be careful. Missed it. خلي لا انت قدم، خلي قدامي معي. اوكي هير وي جو. روح هنا. لقد تعود عيسى وفالح على المشي على السطوح المستوية في قطر. لقد اقتربا من القمة ويستطيعان الآن أن يأخذا قسطا طويلا من الراحة. There's a bit of an overhang. Let's see if we can get in there. Maybe we can get some shelter. يبدو أن أحدهم قد استخدم هذا الكهف من سنين عدة مضت. These are very, very old paintings. لقد بقيت الرسومات محمية بشكل جيد. These paintings are dating back anything between 700 and 2000 years ago. We call them the San. And the San culture was a group of hunters that used to live in these valleys throughout most of southern Africa. And we can see here is possibly a hunting scene. You can see there's some people at the bottom over here, and then there's animals. That could maybe be a lion. And there's some animals over here, quite big animals, and these would most likely be eland. You know, and it looks like they're chasing these animals. You see them, there's some people over there, and they're chasing these animals towards these people where they are most likely standing
It looks like that there's a spear or something. About it's... those people, where are they now? And so those people were basically pushed further and further away from what we know as civilization today. So this is this area here that we're in is a very it's a very special place. It's a very holy place for those people. It's a very special place. This. مع أن جماعات القبائل قد اندثرت من سنين، إلا أنه من المثير أن نرى عيسى وفالح يمشيان على خطاهم بالعيش على قوت الأرض والتنقل بين نفس الحيوانات. لقد تعلم أن كل الحيوانات من أكبرها إلى أصغرها مدهشة للغاية إذا أخذت وقتك في النظر إليها. There's a dwarf chameleon. See this? Look at this. اسمه فاله؟ عيسى قل له مهددة بالانقراض شيء ولا عادية موجودة بكثرة عندهم. There are many. There are many of them around. Yes. But they're also very difficult to find, you know, because they can change their color and they can blend right into the environment. It's such a beautiful animal, and some of the African cultures, we don't believe in killing chameleons. Right, you see this? See this plateau? Look how beautiful the plateau is. وأخيراً وصل إلى القمة. اقتربت رحلتهما من النهاية. هذه أول مرة أطلع فيها الارتفاع يعني، وبهالدرجة يعني تقريباً 85 درجة إلى 90 درجة في بعض الأحيان. في شجر كان يساعد بسيط في الركوب، لكن الحجر كان كبير. بس أول ما بديت يوم قال لي المدرب اطلع الجبل، أنا قعدت أفكر شلون بطلع الجبل هذه يعني. بس يوم شفت قرناس الهواء تقريبا اعتقد شاهين اعتقد اذا ما خاني وانا طالع لقيت هالريشه اخذته معاي والحمد لله ربك يسرها. والله عن المسافه ما ادري والله ما عندي توقع بس اعتقد المسافه يمكن 100 حول 100 متر بس جرف يعني مستحيل لا تعلق في الشجرة لا قدر الله طحت لا تعلق في الشجرة ولا بنت يعني ما حولك إلا لقد دفع بأنفسهما إلى أقصى حد وقد أثمر تعبهما إنهما على بعد بضعة كيلومترات من نقطة نقلهما هناك عائق أخير عليهما تخطيه قطيع من الفيلة يتجه إلى حفرة من الماء. لقد اعترضوا طريق عيسى وفالح لكنهما أسعد ما يكونا لقضاء ما تبقى من وقتهما في محمية شامواري. Let him just find his direction and I'll deal with it when he comes with us. Okay, what you've got here, you've got a typical two bulls. They're not fighting like in serious fighting. لقد علق عيسى وفالح في هذه اللحظة بمشاهدة الفيلة، إلا أن الفيلة أيضاً تبدو أنها تشاهدهما. Just stay here. في البداية، عندما وصل عيسى وفالح، هجم عليهما فيل كبير. وقتها لم يعلم كلاهما ما يفعل لكنهما الآن أكثر ارتياحاً في مواجهة أضخم حيوانات اليابسة. بطبيعتها الفيلة ليست عدائية ولكنها تكره المفاجآت من الأفضل دائماً أن تعلمها بوجودك. لقد قضى كل من عيسى وفالح 5 أيام في الطبيعة مع يوهان لكن الآن
عليهما توديعه. This is your drop-off zone. This is where I'm leaving you. This is the end of our time together. Take care. والله شعوري صراحة هالمرة يعني عبرت أنا عن شعوري كثير في أشياء كثيرة. لكن شعوري في هالموقف ما أقدر أطلعه. اللي أقدر أقوله إن الرجل هذا اللي قابلته المدرب هو من أفضل الناس الموجودين في أفريقيا. صار له 17 سنة وهو في الأدغال. تعلم كثير أشياء من ناس كبار في السن أصلهم أفريقان. هذه أعطاني إياه خلاصة في 4 أيام واستفدنا منه ولله الحمد. I will never let you go. I don't know how can I say bye for you, but that's it. I will give you my best knife. I always use it when I go hunting every season. You can open it from here and close it from here. And before you reach your home, with this, yeah, it will take. Do I smell? No, it's very nice. If you want to try it now, let me just put a little bit here. Just put a little. Usually we put it. Oh, you put it over there. لقد نشأت بين الرجال الثلاثة صداقة ستبقى مدى العمر وقد قويت بالتجربة التي عاشوها سوية. Easy girl, come on. Good night. Yeah, I'm gonna just put it on your rock quickly. Yeah. Huh? Allah ya khi, okay, one. Take for Galah. Frasir. Throw it. Okay. Running, okay. Give it. Half of it for me and half of it for Faleh and the head for you. Perfect. Okay? Perfect. No, I'm joking. Yeah. Can you remember where we put our traps? Inshallah. Inshallah. Have a look. Don't move your head. Okay, don't move your head. Just don't move your sticks, nothing. Okay. It makes your heart beat. Yeah. Oh, it was close. It was close. They're heading back into civilization and I'm just heading back into the bush where I belong and it's what I'm good at. But that friendship, it's like pulling an umbilical cord and it won't snap, and eventually when it does give, it's just painful and really emotional. But in the long run, you know, I know that they're taking home some fundamental things that they've learned, not just about the bush, but about themselves. My gift is first, it's a knife from the bush. And it's like you. Yeah. Take it home. Every time when you hold that knife, every time when you look at it, you will smell the fire smoke. You will remember the day that we hunted the rabbit. You remember the day that we went into the water to take out the roots when we were so cold. That knife will bring back memories. And I hope that you will take that knife and you will show it to your children and that you will talk about these 4 days. This person, good. Good. Thank you, Johanna. Thank you. Goodbye. Travel safely. Yeah. Travel safely. Yeah. Okay. We will see one another again. Okay. Thank you. They're coming to fetch you. Goodbye. Take care. Bye. قد وصل عيسى وفالح إلى نقطة نقلهما حسب الموعد، وهذا يعني أن أمامهما آخر تحد سيواجهانه لوحدهما. الماضي عبر أصعب مناطق إفريقيا وتمكن من الهروب من أخطر الحيوانات خلال طريقهما،
لكن مغامرتهما أبعد ما تكون عن النهاية، فهما الآن يتجهان من الأرض إلى البحر. كان هذا حلم حياة كل من عيسى وفالح في مواجهة أخطر حيوانات الماء. بالنسبة لي يوم جيت جنوب أفريقيا كانت أمنيتي أني أشوف الحيوانات المفترسة، الأسد، الفهد، وحيد القار، بس القرش الأبيض. يصطاد سمك القرش الأبيض الفقمة التي تعيش على سواحل إفريقيا الجنوبية. يعني كل غواص، مو في الخليج، كل غواص في العالم، كل واحد غاص يتمنى يشوف القرش الأبيض. لا شيء أكثر ضراوة من هذا القرش. من الصعب أن نسجل هذا على أشرطة الفيديو، حيث إننا لا نعلم متى ستهجم، ومحاولة تصوير لقطة منفردة مستحيلة تقريباً. أكو ليش تقول هالكلمة؟ يعني ما أعطانا فرصة نلحق، بس صراحة حلو شيء عجيب. طار وانقلب على ظهره، بس قاعدين نطالع مرة واحدة صار كل شيء في أقل من ثانية صار كل شيء. هذا يتطلب الكثير من الصبر. عيسى، تعرف انت تصور ولا ما تعرف؟ ما تعرف تصورك عصفور؟ والله لا يقولون لي ساعة أوقف شي، والله أوقف. Now my hand tripod. يستدير عيسى لجزء من الثانية. ستة؟ أنا ما ستة. فالح يأخذ الصورة. وأخيراً عيسى يحصل على فرصته. ما شاء الله عليك. صدناه. الحين إحنا شفناه في الجو. نبي نشوفه تحت في البحر. الطريقة الوحيدة للاقتراب من هذه الحيوانات المفترسة هو أن نكون في قفص، وحتى عندها يمكن أن يكون الأمر خطيراً. يستخدم الطعم لجذب سمك القرش إلى أقرب مسافة من القفص. يجب أن تبقى كل أجزاء الجسم داخل القفص في كل الأوقات. قضمة القرش في رغوة الماء هي تذكير قاس لقوة هذه الحيوانات. الوضع شكله سليم، ما في خوف، الحمد لله. إسرائيل. لا تعتبر أسماك القرش البيضاء من آلات القتل العشوائية التي ذكرت في الأساطير، فهي فضولية وتقترب من القفص لترى من دخل منطقتها. 3 متر بس منظر رهيب. لا يبدو أنهم يرغبون بافتراس فالح أو عيسى. البحر بارد 9 درجات وما 9، الصراحة شفت تودي البرد. ومع وجود القفص بين هذه الحيوانات البيضاء الرائعة، فالغوص معها تجربة لا تنسى. 100% الماي دافي. الماي دافي. والله مثلج، بس عقب شوفت القرش الابيض ما عندي مشكله مع الماي. هذا اخر نشاط لنا في جنوب افريقيا. بصراحه هذه السفره ما راح انساها. تعد هذه التجربه افضل ختام لهذه المغامره الرائعه. وكانا شجاعين لأن يقفا في وجهها لا أن يركضا هاربين. أفضل موقف صار لي أنا صراحة يوم إني شفت وحيد القرن ويشرب الماء، والتفت شوي وراي، اللي الثاني خلفي.
لقد أظهر روح المبادرة بالتكيف في البيئة الجديدة. دخلنا المحمية وتقابلنا مع الأخ يوحنا، قال لنا اليوم العشاء العقارب. That you can eat. That's full of food. Full of food. Okay. أنا ما استوعبت الوضع. عقرب ناكلها وين قاعد؟ What's it taste like? I went surf. الثاني يوم عقب السمكة، ثالث يوم الحمد لله توفقنا بالسبرينج هير. وخلينا حق رابع يوم السبرينج هير على امل يمكن ما نلقى شيء. من اسبوع فقط ترك عيسى وفالح كل وسائل الراحه في قطر متوجهان الى افريقيا. لقد ارادا ان يقتربا من الطبيعه اكثر، لكن يبدو انهما حصلا على اكثر مما توقعا. فاذا انت اختليت بالطبيعه واختليت بربك تلقى راحة نفسية ما تلقاها أصلاً في المدنية. المدنية تعب، زحمة، وجع راس، مسؤوليات. لكن إذا اختليت في الطبيعة هالكم من يوم هذه كسر روتين، ترجع إنسان ثاني يعني.